اليوم انت قد ايه عمرك اسامه؟ بال 41. 41 سنه وتبحث عن زواج لبنت قاصر. قاصر، ليش رجل بعمرك بده يتزوج بنت قاصر؟ البنت لما بتكون قاصر الرجل بيستملكه للتربيه الصالحه، حتى الرجل هو يربيه على ايده. في هون صح وفي هون غلط وفي هون حرام وفي هون حلال. هلا انت عم تقول البنت القاصره، اكيد حتلاقي البنت القاصره سؤال غير ما يكون بنت اللي عمرها 30 سنه. سؤال اسامه، بنت قاصر ما اكتمل جسدها ونمو جسدها، شو بتشوف فيها هيدي المراه انت؟ اذا طفله بعد ما اكتمل جسدها، يعني مثل ما بيقولوا هلا كماش هلا حبه العبيد بايدك كماش حبه الكاجو. اي الاز؟ نعم، ماش حبه العبيد بايدك وكماش حبه الكاجو. اي الاز، العبيد ولا الكاجو؟ انت ما فهمت. تستطعم. مين زهراء؟ بنتي. ومين زينب؟ كمان بنتي. مين محاسن؟ كمان بنتي. دول بنيت يعني. محاسن قديش عمرها؟ 10. بنت عمرها 10 سنوات؟ ايه نعم. بس وين لازم تكون؟ لا اكيد مدرسة. لا بس بالنهاية وضع صعب، انت كومة لحم بين ايديك. مين هني؟ هني بنيتي. كومة شو؟ لحم بين ايدي وانا عم نتش لحمي لأسسهم. شو هدفك من تزويج بناتك؟ انا بدي استر عليهم، ما بدي انحموا. هلا كل واحد بيكون بدك تحميهم. بس سؤال، زهراء وزينب تجوزوا، كان الزواج حماية أو كان الزواج عذاب لقالهم؟ منا متوقعين يكون عذاب. بس شو طلع؟ عذاب. عذاب أكيد. وأنت اليوم بدك تزوج بنتك محاسن وهي اليوم مخطوب. نعم. إذا أنا بطرح عليك طريقة تانية لحماية محاسن وما نخليها تعيش يلي زهراء وزينب عايشوه، نعم، بدك تسمع كيف ممكن نحميها أو أنت مصر إنها تضلها مخطوبة؟ بسمع لك. تسمع لي؟ أكيد طبعاً بسمع لك، هو الشاب أنا مربيه. تسمع لي أو لا؟ لا بدي أسمع لك أكيد طبعاً. طيب هذا محبس بإيد مين الحظ؟ كمان بنتي محوسن. هيدا المحبس؟ نعم. لمحاسن. نعم صحيح. هو دليل عن خطوبة، عن خطوبتها لمحاسن. سمحت لحالي اسحبه من ايده لانه بعرف انه بيي رح يكون ضيفي بعد شوي. على راسي. هيدا المحبس رح رد لك اياه. سلامة. هيدا المحبس مش لايد محاسن، ومشان نحمي محاسن بدل ما نحميها بهيدا المحبس رح نحمي محاسن بهيدي الورقة. الورقة من مديرة المدرسة بطرابلس بتقول باختصار: يسرنا أن نرحب بالطالبة محاسن في هذه المدرسة. أو تاخد الورقة وبتفوت محاسن على المدرسة أو بترد للمحبس. بين خطوبة وبين مدرسة، بين نحميها مثل ما أنت عم بتقول بزواج باطل أو نحميها بمدرسة. بالمدرسة. رد للمحبس. بس أنا ما بقى فيني أكفي معه. رح رد للمحبس. المحبس ما بيرجع لإيد محاسن لأنه والدها قرر إنه بتروح على المدرسة. الله يبارك فيك. والمدرسة رح تحمي بنتك. الله يبارك. أنت عم توعدها لمحاسن على الهوى؟ أكيد. ما في محبس يا عبيد. هيضل مع مالك مدرسة. أسامة تفضل. المحبس مع مين رح يبقى؟ مع حضرتك. ليش؟ مشان المدرسة ما يكون في خطوبة. ما يكون في خطوبة مدرسة. هيدا حكي رجال وعود محاسن وعود كل أهلنا وأحبابنا وعائلتك بطرابلس. أكيد بوعدك يا عبيد، مدرسة أهم. على القليل اليوم رح نحمي محاسن
بمدرسة إن شاء الله وتتسلح بالعلم وبالمدرسة، لأن لما إن شاء الله لما تكون معلمة وتكون تتعلم وتكفي مدرسة رح تعرف تنقي الشخص اللي بتحبه وتقدر تنقيه عن وعي. وهيدا وعد أكيد طبعاً من بيا لمحاسن لمحاسن ولكل العائلة إنه الأولوية اليوم يا المدرسة الدراسة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.